شهور بحال 8 شهور يعني وليد هذا ولدي هذا تبارك الله. بغينا خويا شي معلومات على هذا الشاهين. بالنسبه لهذا الشاهين هذا شاهين وكري. الشاهين وكري اييه و بالنسبه للماكله ديالو عنده وجبه وحده في النهار. هذا الصاصي زوين هذا. بالنسبه لهذا الطويره خويا الاصل ديالو قرع ولا جدر؟ قرع ود الشوك. قرع ود الشوك. عشاق الحداد كاين هاد الجدير تبارك الله ما شاء الله. قول لي اخويا شحال عنده الجدير؟ تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك. اش كيدير اش كيدير؟ كيرجع الله راه كيبقى محمد تشدو. سبحان الله. نعطيو للناس يعني الفرق ما بين الولوال والقوبع. الفرق راه هو هذاك الريش اللي كيدير في الراس. بالنسبة للقرعة الإخوان اليوم داير اليوم 130 درهم ديال زاكورة. كاين غدا ورا الإخوان هنايا ما كاينش كاع نتا كلهم تيورا. السلام عليكم. السلام. كيداير اخويا صافا مزيان؟ الحمد لله. الله يحفظك خويا. بالنسبه لهاد الطويره اخويا الاصل ديالو قرع ولا جدر؟ قرع ود الشوك. قرع ود الشوك. في شي كلام؟ كلام ويدان. كلام ويدان. في ضرب ثلاثة. طروة. يعني ديك الطروة راه كيركب يعني الشوك ديال الشوك. أييه عندك الحق. كلام زوين. مرحبا. بالنسبة للثمن ديالو؟ كتقول 600 عطاو جوج الناس 400 ياك عطاوك 400 درهم والثمن انت كتقول 600 درهم وان شاء الله مازال تقاد اللي بغاه. مرحبا. مرحبا مرحبا والف مرحبا. حنا كنعرفوك في السوق وكنعرفوك يعني انسان يعني موثوق منك يعني انسان ذو مصداقية هذا الشيء اللي كاين. بالنسبة خويا النمير ديالك 06 77 87 77 77 37 شكرا خويا والله يسخر لك. تحياتي اخويا. الطير عنده عامين ياك؟ الله يكبر بك. عامين تقريبا. على حسب الكسوه ديالو على حسب يعني الهندام ديالو ركيبان تبارك الله عنده عامين. اييه شكرا خويا الله يحفظك. لا لا خطيك.
قرب يدخل اخويا عز ياك اخويا راه الفوليم ديالو راه ماشي هو ابشر يعني اللي كاين راه قلتيها السلام عليكم انا كتعجبني الصراحه وكيف ما قلتي يعني اللي بغاه غيدخل عليه بحال موكا ويتسناه حتى يدخل لبداله بحال موكا كيداوي ماشي بغي يعني كلامه راه غادي يسمعوا ولكن الكلام ديالو راه ماشي بحال موكا فوليم قسما بالله يسمع يحطو في الدار هنا يفوت 3 دور 4 باش يسمع سي نورمال دابا الطير كيكون عنده واحد الفوليم شويه طالع كيبدا تدريجيا يطيح شويه كيبدا ينقص شويه كيسكوتش وكاينين واحد الطيور اخويا اللي في البداله وكيتكلموا كيدخلوا للبداله ولكن كيبقاو مكلمين في الحاله العادي واخا اخويا عري عليه نشوف اخويا لابوستور ديالو نشوفوا الهندام ديالو ان شاء الله بالنسبه للكسوه ديال الطير الاخوان نقربوكم منا الطير بحال يعني كتسمى فرحه هذيك بحال الفرحه هذيك سبحان الله العادي كيكون يعني مضرق وكيبدا يتحرك بهذه الطريقه هذه خويا مصطفى بالنسبه خويا للثمن ديالو شحال كتطلب فيه؟ كنقول 1000 درهم 1000 درهم هو 1000 درهم راه ماشي ثمن يعني بريفيكس مازال تقاد اللي بغاه مازال قاد نسد عليه ويدخل لبداله ويخرج منه لا لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مازال ان شاء الله دير الثمن زوين فهمتي حنا كنتشاو يعني في بلاصه الاخوان يعني المشاركين او اللي بغى يشري شي طويره غندير معاه حاجه واحده مرحبا في الرباط غنحيد ليه 1000 ريال اييه ترونسبور كان في كازا كان في كازا غنحيد ليه حتى 400 ريال 20 درهم حدو كيبعد في المدينه وحد هنا كنقص ليه ولا كان في ديار اوروبيه واه شغل على راسنا وعلى عينينا تحيه لهم تحيه لهم تحيه للجميع الاخوان المتشبعين سواء في ارض الوطن او في ارض المجر هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين والله يصوب الله يصوب الله يصوب الله يصوب كنقولوا دائما الله يدير الخير هادشي اللي كاين خويا مصطفى بالنسبه للنميره ديالك 06 29 24 85 90 اللي بغى الطويره الاخوان يتواصل مع الاخ مصطفى اييه الطير غيدخل لبداله الاخوان ولكن راه باقي مكلم يعني لحد الان والله يسخر اللي غياخذ الله يسخر ليه عشاق الحداد كاين هاد الجدير تبارك الله ما شاء الله قول لي اخويا شحال عنده الجدير تبارك الله ما شاء الله كسيوة زوينة وتبارك الله يعني كيبان لي عادل واخا يعني التحركات ديالو راك عارف حيت هو الحداد ما كيرصاش كيبان لي طير يعني قديم تبارك الله وبالنسبة للكلام اخويا خارج الكلام خارج الكلام كلامه زوين كلامه كي داير كلامه مصفي تبارك الله الثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 300 درهم 300 درهم قابل تخيل معايا 300 درهم رانا قلت قبل ما فراسي قلت 300 درهم سبحان الله العظيم كسيوه زوينه الصراحه الكلام يعني اللي بغاه يجي تيسمعوا هذا مكان بالنسبه خويا النميره ديالك 06 60 57 01 74 والاخ طارق راه يعني كيبيع الباتي كيبيع الدود انا نوريكم اكزومبل الاخوان هذا كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان هذا الباتي اخ طارق غادي يقول لنا المكونات ديال الباتي هذا المكون ديال الباتي كيتكون من اربعه مكونات تعدي ثلاثه بحريين وحده ديال القبابي وعدد 70 مكون بيو طبيعي أيه؟ باش كتكتمل التركيبه ديال الماكله باش يبقى الطير بصحه جيده يعني لما كتعطى هذا الباتي هذا كيتبقى الحسنيه الحسنيه الجحموميه الحداد الوطواط جميع المغربات كنعطيه حتى للمقنع اييه وهذا الدود الدود خبابي معروف اييه كدعم به الماكله ديال الطير يعني كتعطيه الحداد كتعطيه تحاول توفر به داك الشيء اللي كيحتاج تقريبا 70% اللي كيحتاجه الطبيعه اييه تبارك الله عليك خويا طارق الله يسخر لك في الولاع تحياتي خويا شكرا الله يحفظك 3.5 عشاق الوطواط كاين الاخوان هاد الوطواط تبارك الله شحال عنده هاد الوطواط اخويا شحال عنده في القبص عام ضرب بداله ضرب شي بداله الثمن ديالو
300 درهم. وكاين هذا الهزار، الهزار شحال عنده؟ 3 سنين تبارك الله. خارجين الكلام يعني هذا الوطوغات وهذا الهزار خارجين الكلام. الثمن ديالو؟ 400 درهم. بالنسبة للنميرة ديالك، النميرة ديالك 06 32 11 12 هي 42 58 الله يسخر لك اخويا. اخ هديك السلام عليكم، كيدير مزيان هاني اخويا؟ صح لاباس. نعطيو للناس يعني الفرق ما بين الولوال والقوبع. الفرق راه هو هذاك الريش اللي كيديروه في الراس، يعني القندايه. القندايه هي اللي كتفرق بيناتهم. ولكن بالنسبه للولوال اخويا كيكون يعني بشي طاي عليها شويه شويه، كاين الولاول الكرون طاير كيكونوا قد على حسب يعني المراقد. على حساب المرقد ديال الولوال. الولوال راه النوع اللون ديالو مختلف من منطقه لمنطقه. ولكن واحد مسألة اخويا عادل، راه حتى يعني الولوال وسميتو راه فصيله وحده، فصيله وحده هما بحال بحال، نشوفهم هما مختلفين واحد شويه، رجلين بحال بحال، اللون كل شيء بحال بحال، راه الا الراس كيكون فيه ذاك الريش. سبحان الله العظيم. وبالنسبه للكلام راه كاين الله يسر في واحد الوقت الكلام راه بحال بحال، ها هي شتي هي القوبع راه زايده على الولوال في الكلام. سبحان الله العظيم. راه كتبقى تروق. انا نقدر نقول لك احسن طاير داز عندي انا في المحل هو واحد القوبع. سبحان الله العظيم. فيها الكلام كامل، هزات الحسنيه الحد والله. هذه بغى يبيع مولاه هذه؟ هذه غناخذها من عنده. اييه الله يسخر لك فيها اخويا عادل. من عنده الله يسخر لك اخويا. عندي واحد القوبع راه بعثها الاخ مصطفى. اييه. مسافر تحبست من الفراق واحد المده. كانت عندي واحد شويه الغنمي. اييه. كانت الباديه كثر شي بزاف، وكانت بقات في المحاله بوحدها هذيك القوبع هي والوال. شدها من عنده. الله يسخر لك اخويا عادل. المحل شافها قال لي غندوز لها قلت لي سير خوذا. اييه. المهم هذه راه غادي ديال المحل تولع فيها. تحياتي اخويا عادل، والله يسخر لك. الله يحفظك، الله يكبر بك. اخوان دخلوا عند اخ عادل راه مولوع كبير. انتم غادي تلقاو القناه في الحق عزيز هنا. علاش لا؟ شوف خويا عادل القناه ديالك. ودير عندي شي دوره. مرحبا، الاسم ديال القناه ديالك اخويا عادل. ام القانون مغربات الوداني. مرحبا، دخلوا عند اخ عادل تابوناو معاه راه يعني ان شاء الله راه غيجي عزيز عندي المحل ونديروا فيديو. علاش لا؟ شوف انا ما عن... انا ما... انا ما عنديش عدويه في الولاعه. مرحبا. شكون عدويه في الولاعه؟ اللي كيقول بعباد الله، اللي ما كيخدمش صافي راه ما نهضرش معاه، نبعد منه انا. واي واحد كيدير بحال هذا الشيء راه هذا الدومين راه صغير، راه من خف تعرف، راه من خف تعرف فعلا. اول انسان يصفي ويكثر من لي فان ديالو، ونحاولوا هاد القنوات كاملين نكونوا واحد. راه كاين الصفر. شي اللي كاين اخويا عادل؟ حنا راه كنبيعوا ونشريوا وكنتولعوا هادي ولاعه والدنيا راه فايته. تحياتي اخويا عادل، والله يسخر لك اخويا في الولاعه ديالك. تحياتي، شكرا. عليكم السلام، الله يحفظك، الله يبارك فيك. السلام عليكم خويا. السلام. كيدير صافا مزيان؟ لاباس الحمد لله. بالنسبه للطويرات اخويا الكوب كتبقى 350 درهم. 350 درهم هادو 400 درهم الكوب. اييه. الناس اللي ما كتعرفش اخويا الانواع، كل من الانواع هادو الروز الله يرضي عليك. المهم ما كتسمعوا الاخوان هادو اخويا الثمن ديالهم الطفره 400 درهم 400 درهم. وهاد الفوقانيين 350 درهم الكوب. يعني كاين شي واحد في الرادي هنايا؟ لا كوبلاش. اه صافي هو يلاه بان ليا. هادو شحال كيبقاو قلتي ليا؟ هادو 350. 350 اييه. وهادو 400 درهم زيد 50 درهم. وبالنسبه ل 150 درهم القياس. 150 درهم القياس. كاينين الجمتاوي وهذا راه ذكر. الوسطاني ذكر. اييه هادو الاخوان تيواج. بالنسبه للنميره ديالك اخويا اللي باش حاجه يتواصل الرقم هو 06 61 84 26 62. شكرا اخويا، الله يسخر لك. الاخ الكريم السلام عليكم. السلام خويا. كيداير صافا؟ الحمد لله. مزيان؟ الحمد لله. كلشي بخير؟ الله يلاه كلشي بخير الحمد لله. جينا اليوم تبارك الله لقينا عندك هذا الشاهين ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه لهذا الشاهين اخويا شحال عنده فلاش ديالو؟ عنده تقريبا 8 شهور. 8 شهور يعني وليد هذا؟ وليد هذا. تبارك الله. بغينا خويا شي معلومات على هذا الشاهين. بالنسبه لهذا الشاهين هذا شاهين وقري.
الشاهين الوكري. بالنسبه للماكله ديالو عنده وجبه وحده في النهار. راه العشيه كاع كدير ليه وجبه وحده في النهار. وبالنسبه للماء كيشرب مره في السيمانه. سبحانك يا جليل. يعني هذه المعلومات حصريه على القناه. اول مره كنسمعها. يقدر يشرب مره وحده في السيمانه. ما عندوش هو مشكل. هذا شاهين وكري. يعني كيصبر. كيصبر الماء، كيصبر حتى الماكله. كما قلت لي وجبه وحده في النهار كافيه. تبارك الله ما شاء الله. يعني الدريساج كيف ما كتشوفوا الاخوان. الحمد لله هما كيعظموا والو الشيء. اييه. يعني فات هذيك المرحله ديال السوطاج. يعني بالنسبه لهاد الشاهين يعني هو اللي كاين عند خليجيين. هو اللي كاين عند خليجيين. يعني كيربيوه يعني تبارك الله وكيطلقوه. كيجيب لهم مثلا الفريسه او لا. تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه اخويا الثمن ديالو شحال بغيت دوز؟ الثمن كنقول فيه 1500. 1500 درهم. يعني الثمن قابل للمفاوضه ولا بريفيكس؟ مفاوضه ماشي مشكل. مرحبا مرحبا الف مرحبا. الحمد لله. اييه تبارك الله عليك اخويا. انا راه كنشوف تبارك الله عندك الطويرات يعني بالنسبه للمقنين ولاد العش والوطاوط ولاد العش ما شاء الله. الحمد لله. يعني راك مولوع ومولوع كبير تبارك الله وكنعرفوك ايبوك تبارك الله كتعمر القريعه ما شاء الله. بالنسبه اخويا النميره ديالك 06 65 81 85 14 تحياتي خويا. والله يسخر لك في الولاعة. الله يحفظك سي حسن. السلام عليكم. السلام. كي داير اخويا؟ صافا مزيان. شي بخير. اليوم شتينا الطوير ان شاء الله. قرع هذا ياك؟ لا هذا صدر عنده عامين. صدر عنده عامين. باقي ما شفتوش. انا مضرك. تسمع الكلام وعاد نوريك. مرحبا مرحبا مرحبا. ضروري ان شاء الله. تسمع شي خويا حسن. بالنسبه للطوير ما تكلمش. الطير راك عارف اخويا كيكون يعني مكر في شي بلاصه مثلا في الدار. كتجيبو للسوق كيصداق. نشوفوا اخويا الكسوه ديالو. الطوير يعني كلام اللي فيه كيدير وداني وداني. بالنسبه للعيوب اللي فيه في حصره وحده. حصره وحده. الطير شحال عنده؟ عنده عامين. عامين. نشوفوا اخويا الكسوه ديالو. مرحبا. بالنسبه للاخوان الكسوه ديال الطير هي هذه. كيبان لي الطير غيدخل اخويا حسن ياك؟ غيدخل ان شاء الله. يعني راك عارف هاد القيشه ديال البداله. متفق معاك. اللي بغا راه نشجلو ان شاء الله نصيفط لك. الثمن ديالو اخويا شحال كتلف فيه؟ يقول 500 درهم. 500 درهم. واللي بغاه مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للنميره ديالك اخويا حسن؟ 0694 95 24 11. تحياتي اخويا. الله يسخر ليك. شكرا. اخ حسن كيدير؟ صافا مزيان الحمد لله. اليوم شتينا اخويا هاد الجدير هذا تبارك الله. شحال عنده هذا؟ عنده عامين اخويا. عامين. هذا ديجا قلتي لي سامعو ملي كان يعني صايل. يلا يضرب هاد البداله. يلا خرج من البداله اخويا عزيز. راه كيتكلم يعني ولو انه يعني باقي مقصب باقي ما صفاش تبارك الله. المنقار ديالو راه باقي كامل كحل تقريبا. كيتكلم. ما شاء الله. الطير كيبين لك. الثمن ديالو الاخر اخويا حسن شحال كتقول فيه؟ 600 درهم. عنده عامين. وكاين هذا الميسو الاخوان. هذا شحال عنده هذا الميسو؟ عنده 4 شهور. 4 شهور. الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 600 درهم. 600 درهم. هذا خارج الكلام. خارج الكلام اللي بغات. اش كان معطيه الودانيه هذا؟ بالنسبه للتركيبه اللي كانت معطيه اخويا؟ التركيبه اخويا عزيز. باش حتى اللي بغى يكمل ليه الكلام. توغزه. توغزه. اييه. يعني التركيبه المراكشي. مراكشي. بلاش. تبارك الله عليك خويا. تبارك الله. كيداير اخويا؟ صافا مزيان. هاني الله يحفظك. الله يبارك فيك. هاد الطوير قلتي لي يلاه خارج من البداله. جدير يلاه خارج.
اللهم بارك في شي كلام. اللهم بارك. الجدر شحال عنده؟ عامين. عامين. والكسوه ديالو نقيه ويلاه خارج وزوين. الثمن ديالو شحال كطلب فيه؟ كنطلب فيه 700. 700 درهم. ولكن راه الله يسهل كثر والله. يعني طير مكلم. مكلم. كاين فيه حصور فيه حصور. حصيره خفيفه ولكن اللهم بارك. نقربوا خويا يعني كسوه للمشاهدين. قرب حدايا. طوير زوين تبارك الله. الثمن ديالو شحال قلتي ليا؟ 700 درهم. والاخر ديالو؟ تحيدو 1000 ريال اخر ثمن. مازال نرجع للنقط. لا لا في الكلام والله تيسهل كثر بالله في الكلام. بالنسبه للنميره ديالك اخويا 06 30 23 04 04 43 43. شكرا خويا والله يسخر ليك. الله يحفظك.